استاذ بلال عزت مدرس لغه انجليزيه. معلش يا مريم، ما قلتوش على كده هم عايزين. طيب كده الفيديو ساعدت، بس عامه انا متاكد ان كل ده في مصلحتك يعني. اتفضل يا استاذ بلال. الو استاذ بلال، مساء الخير. الو هاو ار يو مستر بلال؟ يمكن كده هاو ار يو فاين. الحمد لله. اتفضل يا فندم. ازيك يا مريم؟ لغه انجليزيه. جاهزه للسؤال؟ اتفضل. طيب هنسألك سؤال في القصة بسيط كده، هنشوفك انت فاكرة الستوري ولا لا. السؤال بيقول what did Seth mean by saying if you disappear the game is over. تاني مرة تاني لأن الصوت على فكرة كتير يعني. what did Seth mean by saying if you disappear the game is over. معلش what did mean say؟ أنا ما يعني what did Seth Seth okay mean by saying if you disappear the game is over. وصل لك السؤال؟ what did that mean؟ هو قصده ماذا يعني سبت لما قال الجمله ان لو الملك اختفى الدنيا يعني اللعبه تنتهي. اكسلنت، برافو. ثواني، ما هو خلاص هي جاوبتي. هو الجواب ده يا استاذ بلال؟ ده الترجمه بتاعتي. الترجمه الاجابه بقى. طب ثواني بس. اوكي افتكرته ترجمه. براحتك فكري بهدوء. كان هيحصل ايه لو الملك اختفى؟ بيقولوا لو انت اختفيت اللعبه هتبقى انتهت. كان قصده ايه؟ سابت مينز ذات ذا جيم از بيكام اوفر، بيكام اوفر ذات ذا دوك مايكل ويل بي ا كينج. فيري جود. بيكوز مايكل وود بيكام كينج اوف ريروتينيا او ذا كانت. كم في المية يا أستاذ بلال؟ اكسلنت، 100%. يعني محتاج جنب الصفر كمان 10 يبقى 100%. والله إن كان عليا عايز أديها 2000%. البنت يعني جاية في سؤال في ستوري هي سايباها من شهرين وحاجة على الهوا، مش في إعداد حاجة على الهوا، مش كانت بتذاكر وجاية تمتحن يعني. بالظبط، ومش بتكلم، مش بتكتب في الورقة دي، يعني بتسترجع من ذاكرتها القديمة. أتمنى الدكتور محب الرفع يكون بيتفرج. يا رب يا رب يكون بيرفع عشان تاخد حقها بس يعني. باذن الله باذن الله. عندك سؤال تاني يا استاذ بلال ولا كفايه كده؟ لا كفايه عليها كده. والله انا بالنسبه لي كفايه. والله شكرا يا استاذ بلال. لان سؤال من صميم المنهج فده كفايه عليها. تمام، شكرا جدا يا استاذ بلال. في بقى الاستاذ عمرو مدرس الفرنساوي، لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي كمان. صور مريم، يعني بصي انا قاعد بتفرج عليكي والاسئله بتتسال وعايز اشوف انت هتعملي ايه. حقيقي بجد انا بقول لك انا فخور بيكي، وانت تستحقي كل بني ادم قرر انه يدعم مريم، وباذن الله باذن الله ربنا هينصفك يعني. واتمنى فعلا وزير التربيه والتعليم يكون بيتفرج عشان يشوف نموذج. حرام وخساره ان وزاره التربيه والتعليم يبقى فيها المهازل اللي بتحصل دي عشان تدي حق او تدي نقاط لمن لا يستحقها وتاخدها من يستحقها. طب